بس يكون عندها وعي، وهو ده اللي احنا كنا بنعاني منه. احنا محتاجين يكون في وعي علشان الناس تحترمنا على الطريق. احنا لنا اصدقاء بيموتوا كتير ومات إيه كتير، والله مات شباب كتير جدا، واخرهم صديقنا الكابتن. لا معلش، بيموتوا وانتوا بتلفوا جروب مع بعض؟ بالظبط كده. والله عربيه بتخبطه وبتكون متعمده. يعني لنا صديق ايه ده، الكابتن كيكي في اسوان، احمد كيكي، كان نموذج مشرف جدا للشباب، وبدا عمل طفره كبيره جدا في مجال الدراجات، ولكن القدر. فاحنا عشان كده بنقول عايزين توعيه. يعني كان اوقات بيبقى قصده ان هو يخبط الشخص. ايه ده، في هو كده؟ احنا مش عايزين توعيه، احنا كده عايزين تربيه. تربيه، والله برافو عليك. ما هي علشان الناس ما عندهاش فكره. انا عايز اقول لحضرتك، بنكون ماشيين تلاقي العربيه جايه انت هو يقول لك ده ماشي، هو بيعمل ايه اللي بيعمله ده؟ اللي هو بيعمله ده راكب عجله، في حد بيركب عجله جدا الحقيقه. في حد بيركب عجله؟ في على فكره. انت بتعمل حاجه مالهاش 30 لازمه، روح شوف لك شغلانه. ما سالناش رايك برضو. ايه ده، انت عصبتني، صرت حصه. حاجه بجد، حاجه مؤسفه جدا ان انت بتتكلم. لا بس كان في صوره تحت الميه. لا اشرح لنا اكتر لو نرجع لها. يا ريت الصوره ترجع. دي صوره لطيفه جدا، وكانت نقله في حياتي كبيره جدا الصوره ديت، لان انا مؤمن دايما بمقوله دايما بقولها لنفسي: إذا أردت أن تحصل على أشياء لم تحصل عليها من قبل، فعليك أن تفعل أفعال لم تفعلها من قبل. أيوة مظبوط. كلنا بنركب عجل، بس أنت تكون مختلف. ده اختلاف شديد. في اختلاف أكتر من كده. دي كانت رحلة من بسيون لدهب بالعجلة، وصلت في 8 أيام. لا معلش، ثانية واحدة. رحلة من بسيون من طنطا لدهب 8 ايام على الطريق. تحت المايه دي كانت لا فين؟ لا طبعا. لا انا فاهمه، بس تحت المايه دي كانت فين يعني؟ في دهب دي. بعد ما وصلت دهب. بالظبط. قررت ان انا اغطس بالعجله وبالشيل بتاعتي وبالخوذه. حتى فريق الغطس قال لي: انت مجنون، ايه انت بتعمله ده؟ قلت لهم: هو الجنون واللحظه دي اللي انا هعيشها. العجله كنت اخترت عجله معينه علشان تستحمل معايا. كانت العجله دي موديل مش منتشر اسمه جالاكسي، فنزلت بيها تحت المايه. الصوره ديت يمكن المصنع انا ما تهيأليش ان الصوره دي في زيها في العالم كله. معايا يعني فيديو دي لقطه ما اعتقدش ان حد خدها قبل كده بعجله تحت الميه. دي جديده على الاقل. في ناس اتجوزت تحت الميه بس العجله بس جديدة. عجله لا اللي كمان الصوره ديت صفحات دهب كلها نزلتها. يعني هي كانت دعم للسياحه. احنا بنتكلم كمان ان احنا بنعمل دعم للسياحه الداخليه بقدر ما يعني بنقدر، زي ما بنعمل يعني بنحاول بقدر الامكان نلفت انتباه الناس. فاذا كده، اذا اردت ان تحصل على اشياء لم تحصل عليها من قبل، فعليك ان تفعل افعال لم تفعلها من قبل. الحلو فيك كمان